هنعمل اول وصفه صينيه السمك الماكريل بالبطاطس والخضار، وصفه يعني ظريفه من كله، مش غاليه، مكوناتها بسيطه، هتبقى موجوده عندنا في البيت. في حاجات ممكن نستغنى عنها وانا بقول لكم، يعني ممكن لو مش متوفره مفيش مشكله نزقها، يعني نمشيها بعيد، وفي نفس الوقت ما بتاخدش وقت ابدا، بتخلص بسرعه ونبقى خلصنا الغدا وكمان كلنا سمك. السمك مهم جدا ان احنا على الاقل نعمل له يوم كده في الاسبوع ناكل فيه ناكل فيه سمك. فالسمك مش عاجبه كلامي ولا ايه؟ هقول لكم بقى المقادير. انا معايا سمكتين لطاف جدا ماكريل، حجمهم كده حلو يعني من متوسط لكبير، متنضفين وزي الفل. تمام، هنحتاج معاهم باقي شرايح من البطاطس، بس انا عايزه تقطيعه البطاطس الشرايح تبقى مش سميكه قوي ولا رفيعه قوي، لا تبقى رفيعه جدا زي الشيبسي ولا سميكه، علشان مش عايزينها تاخد وقت في الفرن. السمك كده كده ما بياخدش ابدا اي وقت، فعايزين نضمن ان البطاطس تاخد نفس الوقت التسويه بتاع السمك وتبقى جميله، ما تبقاش مهريه ولا تبقى لسه نيه. فاحنا مقطعينها سمكها وسط اهو، ايوه ده السمك المطلوب للبطاطس. محتاجين كمان بقى شرايح من الجزر، ودي من يعني دي اول حاجه ممكن لو مش متوفره عندك ومش مفيش جزر خلاص ممكن تستغني عنها، مفيش مشكله، بس لو موجود هيبقى لطيف جدا. تمام، لكن ممكن تستغني عنه مفيش مشكله. معانا كمان شرايح من الطماطم، شرايح من البصل، دول بقى مهمين لازم. معانا كمان بقى ايه للتتبيله نفسها اللي احنا هنحطها في الصينيه علشان تعمل لنا طعم لطيف. معانا بقى ايه ممكن نكون مقطعين طماطم مكعبات او معلقه كبيره من معجون صلصه الطماطم او طماطم مضروبه في الخلاط، براحتك كل ده ينفع. انا معايا هنا طماطم مهريه وطريه جدا قطعناها مكعبات، وهي لوحدها وقت التسويه هتتهري وهتبقى حلوه قوي مع ميه الخضار اللي هينزل، فمفيش مشكله. او ممكن نستبدلها بالطماطم المضروبه في الخلاط، مثلا تجيبي 3 طماطميات ولا حاجه تضربيهم في الخلاط عليهم معلقه كبيره من معجون صلصه الطماطم. تمام، معانا كمان عصير ليمون، تقريبا عصير ليمونه واحده بس، يعني معلقه كبيره من عصير الليمون. معانا شويه من الفلفل الرومي الاخضر متقطعين مكعبات، طبعا الفلفل الرومي الاخضر هيدي طعم تحفه للبطاطس مع السمك. معانا كمان 4 فصوص من الثوم، من ثوم بقى صحيح، ثوم مفروم، ثوم شرايح، كل ده براحتك مفيش مشكله. هنحط ملح، فلفل اسود، معلقه صغيره من الكمون، رشه شطه خفيفه، وكمان ممكن نحط بهارات سمك، وده برده لو مش متوفر عندك خلاص مفيش مشكله، الكمون هيبقى كفايه، لكن لو عندك بهارات سمك هنحط منها معلقه صغيره، هتبقى لطيفه جدا وسهله، يعني قصدي لطيفه جدا وطعمه يعني طعمها حلو. وهنحتاج في الاخر معلقه كبيره زيت على الوش قبل ما ندخل الصينيه الحلوه دي الفرن، بس كده ولا اي حاجه تانية. خطيره. هطلع بوله كبيره عشان انا محتاجه اعمل التتبيله اللي تخليني احطها كده مع السمك، ومعايا الصينيه اللي انا اصلا هحط فيها اهو السمك. هقول لكم على اول حاجه، هقول لكم الرصه الاولانيه، استنى عشان ما لخبطكوش. الرصه الاولانيه هتبقى للبطاطس في الصينيه كده على طول اهو، شرايح البطاطس اللي احنا اتفقنا انها مش هتبقى سميكه، هتبقى ايه وسط علشان ما تاخدش وقت كبير في الفرن مع السمك كده. دي الخطوه الاولى كده، وهرش على البطاطس دي كده ايه شويه ملح وفلفل، ملح وفلفل بالشكل ده. هناخد شويه من الطماطم اللي انا قلت لكم اللي هي طريه خالص دي ونرميها كده، بس رشه شطه خفيفه خالص 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 على البطاطس. وهنا بقى في البوله اللي انا محضراها جنبي هحط ايه، هحط الثوم، احنا هنا فرمينو او يعني مهروس، وهحط الطماطم الطريه اللي احنا مقطعينها مكعبات كده، وهنحط الفلفل الرومي الاخضر برضو اللي متقطع مكعبات، وهحط عليهم ملح وفلفل وعصير ليمون فلفل وملح وعصير ليمون، هحط كمان رشة الشطة والكمون كده، وقلب التتبيله الحلوه دي، الثوم
والطماطم، الفلفل الرومي الأخضر، عصير ليمون، ملح وفلفل، رشة شطة ورشة وكمون. ادي السمك الماكريل متنضف اهو، هندخله كده التتبيلة كده تمام من جوه. ناخد السمكة التانية الحلوة دي نفس الحكاية، احنا كده محضرين التتبيلة الحلوة دي علشان ايه السمكة من جوه، وكمان لما نحطها فوق صينية البطاطس. نرجع للصينية الحلوة دي اهو، معانا شرايح بصل هنحطها فوق الصينية كده بالشكل ده، ومعانا الجزر هنوزعه كده على الوش. لو متوفر هيعمل ايه طعم حلو قوي في الصينية. طماطم برضو كده ايه على وش الصينية، كله بصوا زي ما انتوا شايفين على البارد، بس كده هنديهم رشة كمون خفيفة على الخضار ده، معلقة زيت، بس كده. والسمك المكريل من فوق كده كل الخضار اللي احنا ايه تبلنا بيه ده هناخده، بس كده. عايزه تقطعي نقطع السكينه مثلا نعمل لها منظر كده من هنا بالسكينه، ممكن نعمل كده ورقة ألمنيوم فويل، ونغطي الصينية دي وندخلها فرن سخن درجة حرارة 200 في الرف اللي في النص تمام. وهنعمل ايه بقى؟ هنسيبها في الفرن لمدة تقريبا 20 دقيقة وهي متغطية، هنلاقي كل الخضار وكل التتبيلة والسمك وكل الكلام الحلو ده نزل ميته تماما. بعد مثلا ربع ساعة 20 دقيقة بالكتير هنشيل الألمنيوم فويل ونسيبها كمان لمدة 10 دقايق. ممكن تفتحي الشواية لو تحبي، أو ممكن ما تحتاجيش تفتحي الشواية مش مشكلة، علشان بس إيه الهواء السخن بتاع الفرن يشمع لنا الصينية وإيه ووش السمكة من غير حتى ما تفتحي الشواية. وكلي أحلى صينية بطاطس بالسمك المكريل، سهلة جدا وكلها خضار طعمها يجنن، مش هتحتاج منك أي حاجة غير شوية الرز الصيادية اللزاز جدا اللي احنا هنعملهم بعد الفاصل. واستاذ صلاح جاب لكم اهو، بصوا لازم ارش لها رشه بقدونس عشان اللون الاخضر ده هيفرق قوي في شكل الصينيه اهو كده. بس انا اول ما قربت منها ريحتها تجنن، كمان كانت لسه سخنه خطيره. كل واحد ياخد له كده سمكيه ولا نص سمكيه مع شويه بطاطس كده وخضار، وبالهنا والشفا ان شاء الله هتعجبكم، جربوها. هلم اشيائي دي كلها.